السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية، تحديدا مكون الصرف والتحويل المندرج ضمن الأسبوع الثالث من الوحدة الثالثة، وسائل الاتصال والتواصل، المرجع، المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس. عنوان درس اليوم: المثنى صياغته. الحصة الأولى: المثنى صياغته. الحصة الأولى: ألاحظ وأكتشف. أقرأ النص وأستخرج الأفعال الموجودة فيه بتعاون مع صديقاتي وأصدقائي. إذن سنقوم بقراءة النص ثم نستخرج الأفعال الموجودة فيه ونتعاون مع أصدقائنا وصديقاتنا على استخراجها. إذن الهاتف المحمول والهاتف الثابت. طلب المذيع من الضيفتين الكريمتين ليلى وسعادة التحدث عن الهواتف. أجابت ليلى: يعتبر الهاتفان الثابت والمحمول وسيلتين تواصليتين لأنهما مشتركان في التواصل. ردت سعاد: لكنهما مختلفان، فالمحمول يرتبط بالفرد بينما الثابت غالبا ما يرتبط بالجماعة. ختمت ليلى كلامها: أحب الهاتف المحمول لأنني أتلقى به مكالمتي أبي وأمي. إذن بعد قراءة النص نستخرج الأفعال. إذن طلب المذيع من الضيفتين الكريمتين ليلى وسعاد التحدث عن الهواتف. أجابت ليلى: يعتبر فعل الهاتفان الثابت والمحمول وسيلتين تواصليتين لأنهما مشتركتان في التواصل. ردت سعاد: لكنهما مختلفان، فالمحمول يرتبط بالفرد بينما الثابت غالبا ما يرتبط بالجماعة. ختمت ليلى كلامها: أحب الهاتف المحمول لأنني أتلقى به مكالمتي أبي وأمي. إذن هذه الأفعال الموجودة في النص. ننتقل للاكتشاف: أقارن بين الأسماء المنتهية بألف ونون والأسماء المنتهية بياء ونون. إذن نقارن بين الأسماء المنتهية بألف ونون والأسماء المنتهية بياء ونون. لاحظوا معي: يعتبر الهاتف زائد الهاتف هاتفان. إذن الهاتفان هاتف، هنا كيوضح لنا بأن الهاتف زائد الهاتف كيساوي لنا هاتفان، يعني المثنى ديال الهاتف هو هاتفان، معنى هاتفان هاتف زائد هاتف هاتفان، الثابت والمحمول وسيلتين تواصليتين. إذن وسيلتين تواصليتين هنا، يعني هنا كيدلنا على الهاتف، أن الهاتف المحمول والهاتف الثابت وسيلتين مثنى تواصليتين. طلب المذيع من التلميذة زائد تلميذة، هنا التلميذتين بمعنى تلميذة زائد تلميذة، يعني جوج ديال الفتيات، جوج ديال التلميذات، تلميذة زائد تلميذة، التلميذتين، الضيفة زائد الضيفة، الضيفتين الكريمتين، يعني بمعنى ضيفة زائد ضيفة تساوي ضيفتين، لأنهما مشترك زائد مشترك مشتركان في التواصل، بمعنى أن الهاتف مشتركان في التواصل. ردت سعاد: لكنهما مختلف زائد مختلف مختلفان. إذن من هنا ماذا نستنتج؟ لاحظوا معي: يعتبر، عندي هنا فعل، الهاتف زائد الهاتف هاتفان. إذن هنا الهاتفان هو فاعل، الفاعل كنعرفوا عليه أن الفاعل يرفع بالضمة، ولكن في المثنى يرفع بالألف. إذن هنا هاد الألف كتنوب على الضمة، تتنوب على الضمة. إذن نقول: يعتبر فعل الهاتفان فاعل مرفوع
بالألف النائبة عن الضمة، الألف النائبة عن الضمة. لاحظوا معي هنا، طلب المذيع من تلميذتين، إذا قلنا كترفع بالضمة وينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء. طلب المذيع من التلميذتين، إذا هنا حرف جر، تلميذتين اسم مجرور، مجرور بالياء، مجرور بالياء، لأنه مثنى، لأنه مثنى. المثنى الألف والنون للرفع مرفوع، الياء والنون منصوب أو مجرور، يعني الألف والنون للرفع والياء والنون للجر والنصب. إذا يرفع المثنى بالألف والنون ويجر بالياء والنون، هنا ينصب ويجر. إذا استنتج المثنى اسم يدل على اثنين متفقين في الحروف والحركات والمعنى، يرفع المثنى بزيادة ألف نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بزيادة ياء ساكنة نيابة عن الفتحة والكسرة، وهذا ما ذكرته في البداية. النون في المثنى تعوض التنوين في الاسم المفرد، إذا النون في المثنى كتعوض لنا التنوين في الاسم المفرد. تحذف نون المثنى في حال الإضافة رفعا ونصبا وجرا، وهنا لاحظوا معايا نون المثنى كتحذف في حالة الإضافة رفعا نصبا أو جرا. أطبق، أحول ما تحته خط في الجمل الآتية إلى مثنى، إذا سنحول ما تحته خط إلى مثنى. إذا لاحظوا معي الجملة الأولى، يعمل الصحفي في مقر جريدة بعيدة عن بيتي، إذا يعمل الصحفيان في مقر، هنا اذا خصني نبدل الصحفي، نبدل مقر، مقر. اذا الصحفي، الصحفي، الصحفيان، لان عندي هنا الصحفي فاعل، اذا سترفع بالالف، في مقري، عندي حرف جر، اذا غتجر لنا بالياء، اذا في مقرين، سنكتب في مقرين جريدة. إذا لاحظوا معايا أنا عندي جريدة، إذا عندي هنا الإضافة، الإضافة، إذا ستحذف النون، تحذف النون في المثنى في حال الإضافة، بما أن عندي هنا الإضافة جريدة ستحذف النون. إذا ماذا نقول؟ في مقري جريدة، بعيدة عن، هل سنحتفظ رغم انه مسطريش لنا على بيتي؟ واش بيتي غنخليوها هكا؟ واش غتجي انا نقول يعمل الصحفي في مقري جريدة بعيدة عن بيتي؟ اذا يعمل الصحفي يعني في مقري جريدة بعيدة عن بيتهما. إذن يعمل الصحفيان في مقري جريدة بعيدة عن بيتهما. إن المراسل أمين في نقل أخبار الصحراء المغربية، إذن هنا شنو غيوقع؟ عندي هنا نسخ حرفي ياك، إذا النسخ الحرفي اش كيدير المبتدأ؟ كينصبو. إذا شنو قلنا؟ الاسم في المثنى ينصب ويجر بالياء، اذا نقولوا ان المراسلين مراسلين امين، ماذا نقول؟ عندي امين، امين خبر المراسل، اذا كذلك سنقوم بتحويلها إلى المثنى. ماذا نقول؟ مراسلين أمينان، ها
انا ردوا البال واخا ما سطرناش على الكلمات، خصنا نكملوا التحوال ديالنا. اميناني في نقل اخباري، اميناني في نقل اخبار الصحراء المغربية. اذا ان المراسلين، هنا مراسلين هو اسم ان، امينان خبر ان، المراسلين منصوب بالياء، وامينان خبر اسم ان منصوب بالياء، المراسلين امينان خبر ان مرفوع بالالف لانه مثنى. استقبلت ضيفا في اذاعه مدرستنا، اذا استقبلت لاحظوا معايا هنا، استقبلت ضيفا في إذاعة مدرستنا، إذا عندي هنا ضيفا مفعول به، إذا استقبلت مفعول به كي كيكون؟ كيكون منصوب، استقبلت إذا ينصب بالياء، ضيفين في إذاعة مدرستنا. إذا استقبلت ضيفين في إذاعة مدرستنا. السؤال الثاني، أملأ الجدول حسب المطلوب. إذا جريدة مثنى، جريدتان قناة، قناتان تلفزة، تلفزتان. إذا جريدة، جريدتان، قناة، قناتان، تلفزة، تلفزتان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.